هاي جايز كيفكم بهالفيديو حجرب قد ما فيني اعمل شغله معقول تسلينا عم جرب قد ما فيني اشوف هال PS1 فيك اللي شفتوها بفيديو قبل اذا بتحرز بعد اشتريها ومثل ما شفتوا ما بتحرز ابدا لان رجع انه قالوا لنا بالاسود والابيض ما بعرف ليه ما تشتصيني اوكي بهالفيديو مثل ما قلت لكم حنفكها ونشوف بالاول بي اس 1 سيستم ايش فيه بقلبه ايش اني منتجاته ولا بدي فكها اعرف كيف هي معموله وايش فيه بقلبه يلا حنقلبها ونبلش بهول البراغل هون ونفكها بخصوص الفيديوهات مثلا عم اعمله هلا اذا حدا حابب يبعث لي ريترو كونسول شي هيك مثل هيدا الفون اللي جيني هلا بس هيدا ما كان شي مهم بس انه تشوف كيف كانوا تليفونات قبل اذا حدا حابب يبعث لي كونسول ريترو او حيلا شي يعني حيلا كونسول يبعث لي انا بالعكس بنصت انه بقدر فاجئها لفيديوهات وبقدر اعرف مثلا كيف كانوا كونسولز من زمان وهيك هلا تشوف هو هي كيف بعد بفكها That's it. Actually, that's it. كلها هي صح. هاي هي. Un banal circuit imprimé. هاي دي. الكونسول كله. هاي هي. ما يعني ما تستغربوا هاي هي. كلها هي صح. هل أخي هي شفتيني؟ هاي هي. يعني عن جد الواحد ما بيستغرب ابدا على الكاليتي اللي شفتوها بالفيديو اللي قبله على وضعها ايش كان شيء خيائي بالمره ما بيستغرب ابدا انه يقول انه شو هي يعني انه ماشي بس سيركوي امبريمي يعني هيدي الجيم اكشلي هي يعني وقت افك لكم هي هي الجيم هي الجيم بو هيدي هون كلياتها بس فقسات يعني ما بعرف حنرجع نركبها حطوش الفيديو ترجع اركبها ونشوف شي تاني ولا لهلا فكينا انا حخلي الشي للاخر هي الفرد رجع بلا اعرف ايش فيه كيف شي حنفك الكنترولر ونشوف شو وضعه يعني عن جد انا عم فكر شي تشيب بليخي بتعرفوا شو هلا يمكن فك تشوف اذا فك كنترولر بي اس 2 تا فاجئ ضد هي اوكي ذاتس ات هي منا اكثر من كمان سيركوي امبريمي اجين فرق انه هون نقدر نلاقي تقريبا كومبوننتس تبع ال PS2 يعني هون على ال PS2 كان عنا هيدي يعني مثل الفحم هي اكتر بتصير حنشوفون يا ذاتس ات مش اكتر يعني هي هاي الكنترولر اخي كلياتها وهي الكنترولر تبعها ذاتس ات ستارت سيلكت كوا دايركسيونيل والفاتسيت هي انا ارجع نبدا كمان وبرجع افتح الفيديو يلا تن الدهان الاول وهلا اهم شغله بالفيديو اهم شغله بالفيديو هيدا هيدا انا حابب اعرف كيف بيشتغل مع انه لاحظ انه نص الوقت بيمشي نص ورا بيمشي صلطة الفرد ضد واجهة حمراء ما مشي وعنده ازازه غريبه من قدام هل هي ازازه بس فيك حاطينها كمان الواحد فكر انه اوه فيها شيء ولا بس ولا ماشي ولا هي بس فقسي هيدا اللي حنكتشفه اوكي عنا شيء انترستنج هون اوكي عنا شيء انترستنج مثل ما فيكم تشوفوا هون هي الازازه اكشلي هي منا شي فيك اوكي
بناش فيك لانه هون عنا مثل مثل فيكم تشوفوا عنا مثل لامب انفراروج ايه عنا لامب انفراروج و يا اكشلي ما انا فيك بس هل ليش بتمشي هل ليه ما بتمشي يمكن بس انه اذا لامب انفراروج على شو عم تبعت السينيال يعني هيدي PS1 ما عندها شيء تطلقت سينياله هل عم تبعته على التي في هيك ابعرف بس انه فاضي يعني كل شيء بتحمله فيهم كانوا بعد يصغرون اكثر من هيك لانه ماشي يعني هن اكشلي شو عملوا يعني كل هالكومبوننتس المحطوطين حتى لو سوداء وبيضاء عم ارجع عيد 100 مرة هن اخرتها كانوا ال PS1 هي الفيك كلها هيدا مختصة كانت بجيم بوي صغير يعني نحن هلا عم نرجع نلاقي جيم بوي بس او ناس بلاي ستيشن فيك هيك هيك عملنا هاي فيديو بايك ان ناس منكم ما شافوا فيديو الابلو حنفرج يكون هيدي ايش فيها هيدي شباب جايز هيدي هي كل شيء يعني كل هاي الكرتوش هي هاي بس اللي بس حاطينه هيك ذاتس ات ذاتس ات يعني انا كان فيني اقول لهم ليه ما بتختصوا هي بهيك بس انه هيني يعني القصه ما بدها هالقد ما بعرف طيب حنرجع نقدها ورا اوكي That's it. يعني انه لشو كل هالكبر عاكل حال جايز اذا عجبتكم الفيديو اعملوا لايك سبسكرايب وتشاو جايز 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 قبل ما نقلكم تشاو شايفينها وين هي هاي الفيك بي اس 1 حنضبها هيك وسوري للزلمة يلي جايب له اياها جاب اياها بدفع لك حقها برجع بجيب لك غيرها فيك بس بدي كبها من البداية اوكي لا لا جايز كارما دغري وقعت وقعت التليفون طيب بدنا نودعها هي تحطها ثاني تقلب ايد بدك بحسن طيب دعت زي منك بس يعني عجنونة ما تشتو او فاك فاك ما تشتو شي فيك بحيط ما انا بدي انزل شي بحسن ما تدعسون سيارة